نعم، المجزرة في بداية الأمر مجزرة مروعة قام بها جيش النظام بالتعاون مع اللجان الشعبية من المدنيين في القرى الموالية للنظام بالقرب من قرية البيضة، تقع جنوب بانياس. هذه القرية التي تعد من القرى التي خرجت ضد نظام الأسد منذ بداية الثورة. قامت اللجان الشعبية وهذه المجموعات منذ الصباح الباكر بعد سقوط قذيفتين على مسجد البيضة، توجهوا إلى قرية البيضة دخولا بالشارع الرئيس، أحرقوا البيوت، من ثم أخرجوا بعض العناصر وبعض المدنيين في ساحة البيضة. طارق، يعني هم لجان شعبية وليسوا من الجيش السوري؟ لا أبدا، هم من اللجان الشعبية ومن المدنيين المواليين للنظام، بالإضافة إلى الأمن السوري وبالإضافة إلى شبيحة. خرجوا هؤلاء الشبيحة من جسر القدموس وجبل الفنار والقرى يعني التي تقع بجانب قرية البيضة. هؤلاء دخلوا على ساحة البيضة وأخرجوا الناس فذبحوهم بالسكاكين، كما أكد ذلك جهود عيان تواصلنا معهم قبل قليل. شهود عيان أكدوا أن المجزرة حدثت في ساحة البيضة، وكوموا الجثث فوق بعضهم البعض ومن ثم أحرقوهم. البعض الآخر من الجثث قاموا بإلقائهم في النهر الذي يقع في أسفل القرية، والبعض الآخر أحرقوا في داخل البيوت التي أحرقوها جيش النظام، بالإضافة إلى ميليشيات الأسد وبالإضافة إلى اللجان الشعبية. وعند خروجهم من القرية قاموا بإحراق كل البيوت التي تقع على الشوارع الرئيسة في قرية البيضة. طيب، إحصاء القتلى حتى اللحظة 127 قتيلا، من بينهم أطفال ونساء ذبحوا بالسكاكين، منهم من علق على أعمدة الكهرباء في الساحات الرئيسة. طب طارق، كان هناك بالتزامن مع قصف على بنياس، هذا ما أريد أن أسأل عنه، يعني كان هناك أنباء عن قصف جوي وأيضا قصف من البحر، هل تستطيع أن تؤكد ما مدى صحة هذه المعلومات؟ نعم، أكد ناشطون من بانياس أن القصف حدث على بانياس بالتزامن مع تلك المجزرة المروعة، قصف براجمات الصواريخ وبالدبابات ومن البوارج التي تقع في طرطوس على المنطقة الساحلية على بانياس وعلى مسجد آخر أيضا في بانياس وعلى أحياء بانياس التي تعد من الأحياء الثائرة بالتزامن مع تلك المجزرة المروعة. طيب طارق، هل هناك تواجد لكتائب للجيش الحر أو كتائب مسلحة في البيضة، أم أنه المنطقة مسيطرة عليها تماما من قبل الحكومة السورية؟ سيدتي الكريمة، الجيش الحر ليس له أي فعاليات في تلك المنطقة، إنما الجيش الحر هو في ريف اللاذقية الذي أحدثكم منه الآن. عمليات الجيش الحر في ريف اللاذقية في جبلي التركماني والأكراد، كما سمعتم في الساعات الأخيرة المعارك التي دارت في الريف الشمالي والريف الجنوبي والريف الغربي. الجيش الحر لا يتمركز في بانياس ولا يوجد جيش حر في بانياس، وإنما المدنيين، ولكن المجزرة هذه أشبه بمجزرة تطهيرية عرقية يعني بحتة، كما أكد ذلك شهود عيان وناشطون إعلاميون وبعض الأهالي الذين نجوا من تلك المجزرة في البيضة. مريف اللاذقية للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. مريف اللاذقية الناطق الإعلامي باسم شبكة سورية مباشرة. طارق شيخ، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إن